أخبار اليوم. تهتز دوما بانتمائها الإفريقي، تدشين منطقة التجارة الحرة الثلاثية، والتي سنقوم اليوم في شرم الشيخ بالتوقيع على اتفاقيتها التأسيسية لتعزيز التجارة البينية بين دولنا، وذلك بإزالة كافة المعوقات الجمركية وغير الجمركية لتحقيق الاندماج الاقتصادي والتجاري الكامل فيما بين دولنا. السيدات والسادة الحضور الكرام، إنما نقوم به اليوم يمثل نقطة هامة وفاصلة في تاريخ التكامل الاقتصادي لإفريقيا، حيث أننا نؤسس منطقة للتجارة الحرة الثلاثية تضم في عضويتها 26 دولة يبلغ عدد سكانها 625 مليون نسمة، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 1.2 تريليون دولار أمريكي، ويمثل ذلك 57% من إجمالي عدد سكان إفريقيا، وأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي لقارتنا. وتمتد هذه المنطقة من الإسكندرية على البحر المتوسط إلى كيب تاون على المحيطين الهندي والأطلنطي. لذلك فإن ما نقوم به اليوم يعتبر خطوة رئيسية نحو إنشاء الاتحاد الاقتصادي لإفريقيا طبقا لخطة لاغوس لعام 1980 ومعاهدة أبوجا لعام 1991 وتماشيا مع أجندة عام 2063 التي تمثل رؤية جماعية لقارتنا الأفريقية وخارطة المستقبل للخمسين عاما المقبلة، لتصبح أفريقيا قوة فاعلة على الساحة الدولية بحلول عام 2063، وذلك من خلال برامج وأطر طموحة لتنفيذ تلك الأجندة، وعلى رأسها إنشاء منطقة للتجارة الحرة للقارة الأفريقية بحلول عام 2017، وربط إفريقيا من خلال مشاريع بنية تحتية عالمية المستوى في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإقامة المؤسسات المالية الإفريقية خلال الأطر الزمنية المتفق عليها. السادة رؤساء الدول والحكومات، أخفى عليكم أن توافر الإرادة السياسية يتطلب إلى جانبه بذل جهود مدنية لتدشين منطقة التجارة الحرة الثلاثية والعمل على تعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي والسعي الدؤوب نحو تحقيق التنمية الصناعية وتعزيز قدراتنا التصنيعية من خلال تبني سياسات وطنية وإقليمية تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمواد الأولية المتوفرة لدينا وتعزيز القدرة التنافسية لسلعنا ومنتجاتنا، وهو سينعكس بالإيجاب أيضا على زيادة قدرتنا لجذب المزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال لمجال التصنيع والتكنولوجيا الحديثة لإنتاج سلع ذات جودة عالمية، مما سيؤدي إلى مضاعفة تجارتنا البينية. إنني أنتهز هذه المناسبة لكي أشيد بتبني القمة الأخيرة للكوميسا التي عقدت في أديس أبابا في مارس الماضي، وكذا القمة الاستثنائية للسادات التي عقدت في زيمبابوي الشهر الماضي لقرارات ترتكز على أهمية التصنيع الشامل والمستدام في المنطقة والعمل على تطوير البنية التحتية بمختلف مجالاتها وجوانبها. كما أود الإشارة إلى حرص مصر على دعم كافة مبادرات الاتحاد الإفريقي والمشروعات الإقليمية التي تهدف إلى تطوير البنية الأساسية في قارتنا وخلق شبكة من الطرق في إطار برنامج تطوير البنية الأساسية في إفريقيا BIDA، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تحقيق التعاون بين الدول الإفريقية من أجل معالجة تدهور أوضاع البنية التحتية في مجالات الطاقة والنقل وإدارة الموارد المائية والاتصالات، مع حجز التمويل اللازم من أجل تنمية تلك القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا. وقد قامت كولومبيا والسودان في الشهر الماضي بافتتاح الطريق البري قسط الأشكيد الذي يربط بريا بين مصر والسودان، وجاري الانتهاء من أعمال المعبر البري الثاني الذي يربط بين مصر والسودان في أرقيم في إطار الطريق البري
الذي سيمتد من القاهرة إلى كيب تاون، والذي نأمل أن نشهد افتتاحه خلال الفترة القريبة القادمة. لا يفوتني أن أشير في هذا الصدد إلى أن مصر تقوم أيضا بجهود مدنية من أجل استكمال التزاماتها برعايتها لمشروع الخط الملاحي الذي سيربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط في إطار مشروعات النبات. وقد استضافت مصر منذ أيام قليلة الاجتماع الفني للمبادرة الرئاسية لتطوير البنية التحتية، وقدمت خلاله عرضا فنيا لما تم من دراسات جدوى لهذا المشروع الإقليمي العملاق. كما تقوم مصر حاليا بتنفيذ عدة مشروعات قومية عملاقة من أجل تطوير بنيتها التحتية، حيث شارفت على الانتهاء من مشروع حفر قناة السويس الجديدة، وذلك بهدف تيسير التجارة العالمية والإقليمية. وسيمثل ذلك قيمة مضافة كبيرة لإقليم الشرق والجنوب الإفريقي بوجه خاص وقارتنا الإفريقية بوجه عام. ومن هذا المنطلق فإني أتوجه بدعوتكم جميعا لمشاركتنا في مراسم افتتاح هذه القناة الجديدة في شهر أغسطس القادم بإذن الله. السيدات والسادة الحضور الكرام، إن مصر لن تدخر جهدا لدعم ونقل خبراتها لأشقائها الأفارقة استمرارا للضرب الذي نهجته منذ مساندتها لحركات التحرر الوطنية الإفريقية ورفض استغلال إرادة شعوب كل قارة سياسيا واقتصاديا. فمصيرنا واحد وأهدافنا المشتركة واحدة، وما يتحقق من خير وفائدة لمصر من شأنه أيضا أن يعود بالنفع والفائدة على كافة دول القارة. وما نحققه وما تحققه دول إفريقيا من تقدم ونجاح من شأنه أن يعود بالفائدة والخير على مصر أيضا. فلقد أثبتت التجارب المشتركة منذ نهاية الخمسينيات وبداية الستينات وحتى تاريخه هذه الحقيقة الراسخة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واسمحوا لي في هذا الإطار أن أعرب عن استعداد مصر دائما لتقديم ما لديها من خبرات وإمكانات في إطار تلك الجهود، والتي من شأنها ليس فقط أن تدعم مصالحنا الوطنية، ولكن أيضا لخدمة مصالح وأهداف شعوب دول القارة الإفريقية. وقد قامت مصر خلال السنوات الماضية بتوفير العديد من الخبراء في مختلف المجالات الفنية من خلال الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا، ويواصل دوره حاليا الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التي أعلنت عن إطلاقها في يونيو 2014 خلال قمة الاتحاد الإفريقي في ملابو من أجل المساهمة الفعالة في بناء الكوادر الإفريقية. السيدات والسادة، إن كافة تحركات الدول الإفريقية تهدف لتأمين مستقبل أجيالنا القادمة وخلق فرص عمل لائقة لها ولمواجهة المشكلات التي نعاني منها جميعا وعلى رأسها البطالة. وهو يتطلب توافر الإرادة من أجل الاهتمام بالتنمية الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات التي من شأنها أن توفر المزيد من فرص العمل وضمان استدامة جهودنا المشتركة على امتداد المستقبل المنظور والبعيد. لا يفوتني في هذا الخصوص أن أؤكد على أهمية دور المرأة الإفريقية كشريك أساسي في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان التحول المنشود في القارة الإفريقية. وفي إطار إطلاق عام 2015 عاما لتمكين المرأة والتنمية لتحقيق أجندة 2063 في إطار الاتحاد الإفريقي، وأؤكد على أن تمكين المرأة وخاصة المرأة الفقيرة والمعيلة وتعزيز دورها في المجتمع اقتصاديا وسياسيا والارتقاء بأوضاعها يشكل عاملا حاسما في القضاء على الفقر ويعظم من مساهمتها في التنمية. السادات، السادة رؤساء الدول والحكومات، السادة الحضور، إنما تزخر به منطقتنا الإقليمية من قوة بشرية واقتصادية هائلة
تزيد على 625 مليون نسمة، ومعدلات للناتج القومي تمثل ما يزيد على نصف الناتج القومي لإفريقيا، يؤهلنا لتحقيق كافة أشكال التنمية المنشودة. ولعلكم تتفقون معي فأن زعزعة السلم والأمن في المنطقة من شأنها عرقلة جهودنا الاقتصادية والتنموية، فكلا المجالان متفاعلان ومندمجان كل مع الآخر، فبدون تحقيق السلم والأمن لن يتحقق الاستقرار الاقتصادي والرخاء والتنمية لشعوبنا، وكذلك بدون الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والوفاء بمتطلبات شعوبنا التنموية لن يتحقق الاستقرار الأمني والسلم في منطقتنا. ومن هنا نجدد التزامنا ببذل المزيد من الجهد على مستوى القارة واتحادنا الإفريقي وعلى المستوى شبه الإقليمي والوطني، من خلال تشجيع كافة المبادرات والترتيبات الإقليمية الخاصة للتجمعات الإفريقية الإقليمية التي تهدف إلى تفعيل هيكل وبنية السلم والأمن للاتحاد الإفريقي. وختاما أتوجه بالتحية لكم جميعا من الشعب المصري، وأدعوكم لانتهاز مشاركتكم بشرم الشيخ للتعرف على ما شهدته ونشهده هذه المدينة من تقدم ورواج في مختلف المجالات، فبالإضافة إلى التمتع بما تزخر به من مقاصد ومناظر طبيعية وسياحية خلابة. وبفضل الله ومشاركتكم وجهودكم سوف تتجه إفريقيا دائما إلى المزيد من التقدم والازدهار والسلام والتعاون المشترك. وتحيا مصر، تحيا مصر، وتحيا شعوب ودول إفريقيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.